لو الحكاية فيها إن فيتو أرض مصر وأرض إفريقيا، علاقة مصر بإفريقيا هي علاقة قدر ومصير وعلاقة أخذ وعطاء. المسيحية دخلت إلى إفريقيا من خلال مصر وما يزال حتى الآن. بابا الإسكندرية من ضمن ألقابه لاختيار الكرازة المرقسية وهموم إفريقيا. حتى وقت قريب كانت كنيسة الحبشة أو كنيسة أثيوبيا هي جزء لا يتجزأ من الكنيسة المصرية أو الكنيسة الإسكندرية. دخلت المسيحية وانتشرت في إفريقيا ليست بمجيء المبشرين الأوروبيين أو مع الاستعمار الأوروبي، ولكن على أيدي. وهكذا كان الحال مع الإسلام. الإسلام ومصر لعبوا دورا كبيرا في انتشار الإسلام في إفريقيا. والأزهر الشريف